يلا شباب، يلا اسمع الجدعان، هنستكمل الحديث باذن المولى عز وجل استكمالا في الاسئله النظري بتاعت ايه الكارديو، بدايه الكيرفات. دكتور نعم هنرسم كيرفات في الامتحان؟ وعليها درجات؟ طبعا. في الشرح الاساسي انا علمتك ازاي ترسم الكيرف، وفي الكراش كورس بتاع الام سي كيو كنت متعمد اعلمك ازاي ترسم الكيرف من الزيرو. ده يا ابني والله كان لسبب ولا هدف، رغم ان احنا في الام سي كيو كان ممكن اجيب لك الكيرف جاهز واقول لك بيحصل كذا بيعمل كذا، فاهم؟ بس انا كنت متعمد ان انا اقعد ارسم لك خط خط لحد ما انت زهقت مني، فاكر؟ ليه بقى؟ هينفعك في اليوم الاسود ده. انت فاهمني؟ انا النهارده هعمل ايه؟ هزهقك مني تالت وهقعد ارسمهم لك كيرف كيرف ومش هزهق. ليه؟ خلاص بقى يالا، دي دور انك ترسمهم بنفسك في الامتحان. انت فاهم؟ استر يا رب. ماشي. دكتور. نعم. في حاجة اسمها البرفورمانس اوف الكاردياك ماسل. أداء العضلة بتاعت القلب. يعني إيه أداء العضلة بتاعت القلب؟ بتنقبض كويس ولا لأ؟ إزاي أقدر أحكم عليها؟ أول حاجة هحكم يا دكتور على مدى قصر العضلة. هحكم على إيه؟ مدى قصر العضلة. دكتور، أي عضلة لما بتنقبض بتقصر. مش الميوسين بشد الأكتين؟ يبقى العضلة ككل إيه؟ بتقصر. لما اجي اسالك سؤال واقول لك ادي عضله طولها قد كده انقبضت مره فقصرت بقت قد كده، ده انقباض. نفس العضله طولها كان كده قصرت بقت كده، انهي انقباض احسن؟ اللي فيه شورتنينج اكتر. ما هو شورتنينج اكتر يعني انقباض اقوى. صعب الكلام ده؟ يبقى اول حاجه عشان اتحكم او احكم على البرفورمانس اوف الكاردياك ماسل يعني اداء الكاردياك ماسل، ركز يا بيه هنا. هقول لك بحكم على مدى قصر او الديجري اوف شورتنينج او ماسل شورتنينج. تاني حاجه هحكم من خلالها على الاداء او البرفورمانس سرعه الانقباض. سرعه ايه؟ الانقباض. على سبيل المثال يا ولدي، ادي يا عم العضله قد كده، بص انقبضت. نفس العضلة، ايه الفرق؟ في المرة التانية الانقباض سريع. كل ما كان الانقباض اسرع كل ما كان البرفورمانس او الاداء احلى واحلى. كان ده صعب؟ لا. وبالتبعية يا دكتور يا محترم، لما اجي اتكلم في الكيرفات دي عايز ارتب لك دماغك. هقول لك انا هتكلم عن حاجتين، القصر في ثلاث كيرفات والسرعه في ثلاث كيرفات. تاني، مقدار القصر في كام كيرف؟ ثلاثة. ومقدار يا دكتور السرعه كام كيرف؟ ثلاثة. هنرسم ست كيرفات معايا. طيب البرفورمانس بتاع الكاردياك ماسل في حاجات يا دكتور بتؤثر عليه. قال لك والله على سبيل المثال مثلا في حاجه اسمها البري لود. حاجه اسمها ايه؟ حد فاكر مجازا كده او سريعا يعني ايه بريلود؟ ده الحمل اللي العضله شالاه قبل الانقباض. بمعنى ايه يا دكتور؟ لما اجي اقول لك عايزين شراب، صح؟ حد فاكر عايزين شراب ليه؟ طب اللي ما يعرفش عايزين شراب ليه يرفع ايده بامانه. شراب؟ انت بتقولش، انت بتسال متفاجئ صح؟ بالظبط. يعني مع عضله القلب يا ابني ما هي الا شراب. والله العظيم مجازا يالا، فاهم قصدي؟ بص، عضله القلب عامله زي الاستك، عامله زي ايه؟ كل ما بتشدها بتلسعك اكتر. بمعنى ايه؟ هات شراب الاستك معايا. بص، شده شويه هيطلع كده، شده اكتر يطلع اعلى، طب شده جامد يتقطع. ده قانون اسمه فرانك ستارلينج لو. كنت بقول لك عضله القلب عامله زي الاستك، كل ما بتشدها بتلسعك اكتر. طب يعني ايه يا دكتور اشد العضله؟ زود الحمل عليها قبل
طب الحمل قبل الانقباض، كلمة قبل معناها بري، فالحمل قبل الانقباض معناها بري لود، بيأثر. طيب في كمان بيأثر الحمل اللي العضلة شالاه وهي بتنقبض. بص هي اتكهربت وبتنقبض فبترفع حمل، الحمل ده اسمه ايه؟ الحمل اللي هي شالاه بعد ما اتكهربت يعني وهي بتنقبض هسميه ايه؟ افتر لود. صعب الكلام ده؟ ده برضو عايز اشوف تأثيره ايه. طب في حاجة كمان، قوة انقباض القلب، هو القلب ده انقباضه قوي ولا ضعيف؟ القلب لو بينقبض بدرجة قوية هل ده يؤثر على مقدار البرفورمانس او الاداء بتاع العضلة؟ القلب لما بينقبض اقوى يعني قصر اكتر يعني برفورمانس احلى واحلى. فانا عايز برضه احط في الحسبان واتكلم عن الانوتروبيك ستيت يعني قوة الانقباض بتاعة عضلة القلب. ايه تاني يا دكتور عايز اتكلم عنه؟ تتابع الانقباض. يعني يا دكتور الفريكوانسي اوف كونتراكشن، القلب يا دكتور بينقبض بسرعة ورا بعض ولا ينقبض انقباضة ويريح كتير؟ يعني هتكلم بعد كده عن حاجة اسمها ايه؟ فريكوانسي اوف كونتراكشن. كل واحدة من دول سؤال بكيرف. فأول كيرف عايزين نتكلم عنه أهو، بص كده معايا بقى، بص يا ابني هنا، أبوس إيدك، بص هنا، ده الكيرف الأولاني بتاعنا. المفروض إن أنت في النهاية تطلع الشكل ده، وأنا طبعًا الشكل ده يخض صح؟ هرسمهولك بالتفصيل كم مرة؟ 3 4 مرات لحد ما تزهق مني ومن الكيرف. هو الشكل ده يبان قدامك مجعلص شوية بس تافه وعبيط. ازاي؟ لما ارسمه وتشوف دلوقتي. فانا عايز في اول سؤال ممكن يجي في الامتحان يقول لك ما هو تاثير البريلود؟ شايف رقم واحد ايه؟ تاثير البريلود اون ماسل شورتنج. ده سؤال. خلي بالك من حاجه، ممكن يقول لك ارسم بالكيرف وما يقولكش ارسم بالكيرف، بس غالبا هيطلع طيب ان شاء الله رئيس القسم يعني، وهتقول لك ايه؟ الستريت يعني ارسم الكيرف. فاهم قصدي؟ طب لو ما قالتش ارسم الكيرف وما رسمتوش هتنقص. فاهم؟ الكلام ده يلا مهم جدا. طب ثواني دكتور. نعم. انا عايز اول حاجه ادرس تاثير مين؟ بص السؤال هيجي ازاي؟ يلا انا بتكلم عن، انت فاهم، انت فاهم انا مربط لك الموضوع ازاي؟ اداء العضله بيعتمد على كام حاجه؟ حاجتين، مقدار القصر والسرعه. هتكلم الاول عن مين؟ ماسل شورتنج، القصر بيأثر عليه كام حاجة؟ هناخد بقى أول حاجة بتؤثر على مقدار القصر البريلود. فالسؤال ممكن يجي لك في الامتحان ازاي بقى؟ قول لي يا ابني الإفكت أوف بريلود أون الماسل شورتنج. معايا؟ حلو ماشي. أنا هرسم كيرف أهو بالشكل ده كده. لو تفتكر معايا يا دكتور الكيرف ده كنا بنحط على الافقي طول العضله او اللينس، وكنا بنحط على الراسي التنشن. عندي بقى سؤال، انا عندي كم نوع من التنشن؟ حد فاكر؟ نوعين من التنشن، باسيف تنشن واكتف تنشن. قتلناهم بحثا قبل كده بس انا هفكرك بيهم سريعا يا عم. يعني انا في النظري مش هقعد اهري كتير، هفكرك بيهم ايه؟ سريعا، بس ان انت لو مش عارفهم اصلا هتفهم ما تقلقش. دكتور ركز يا ابني معايا هنا، بص معايا، انا لسه قايل لك من شويه عضله القلب عامله زي الاستيك. طب بص كده، اديني جبت حته من عضله القلب، بص هنا يا بيه، شدتها من غير ما اكهرب العضله، هل انا بذلت طاقه؟ لا. هل العضله اتكهربت؟ هل استهلكت اي تي بي؟ ما انت عملت ايه؟ كل اللي عملته ان العضله دي الاستيك عامله زي الاستيك، انت شدتها. طب هل حصل شد؟ حصل تنشن؟ ايوه. يعني ايه كلمه تنشن؟ شد قوة على بعض، شد ايه؟ جزيئات على بعض، ده فيزيائيا. فلما اجيب يا دكتور المحترم حته لحمه او حته عضله قلب واشدها من غير ما تتكهرب، انا بعمل لها تنشن او شد، ده يعتبر تنشن؟ بذلت فيه طاقه؟ لا، فيسمى باسيف تنشن. طب نفس الحته العضليه دي لما اقول لك كهربها اقول لك ايه؟
كهربتها دخل جواها كالسيوم فطلع مايوسين كروس بريدج مسك اكتين وشدوا على بعضه. طب المايوسين لما يشد الاكتين ده شد الجزيئات على بعضه اه ولا لا؟ طب الشد ده احتاج طاقه؟ اه، فهسمي ده اكتيف تنشن. ابسطها لك يا دكتور، هتقول لي يا نعم. حته عضله قلب اهي، حطيت بريلود شدها لتحت، صح ولا مش صح؟ حمل هو على العضله فشدها لتحت، متخيل معايا المنظر؟ الحمل هيشد العضله فين؟ لتحت. بريلود كهربت العضله؟ لا. طب شدها لتحت، شد ولا مش شد؟ كهربتها؟ لا. يبقى ده ايه؟ باسيف تنشن. يبقى البريلود بيؤدي الى باسيف تنشن. فهمتها؟ طب تاني، نفس حته العضله دي كهربها، اعمل ايه؟ كهربها. طب لما تكهربها المايوسين بشد على يعمل انقباض او كونتراكشن، واي انقباض يؤدي الى قصر، فالعضله تطلع لفوق وتقصر وترفع معاها الحمل اللي هنا هيصبح اسمه افتر لود. يبقى مين المسؤول يا دكتور؟ او الافتر لود بيكون موجود اثناء الاكتيف تنشن. يبقى بريلود اثناء مين؟ باسيف. وايه افتر لود اثناء؟ يهمني قوي انك تكون فاهم المعلومات دي. فهمتني؟ طيب كلام جميل جدا. انا عايز بقى افكرك بكيرفين. في كيرف للباسيف تنشن. اه دكتور، هقول لك نعم. كل ما شديت اكتر كل ما حصل ايه في الباسيف تنشن؟ يبقى علاقه اللينس او طول العضله بالتنشن علاقه ايه؟ كل ما بتشد اكتر كل ما الباسيف تنشن ايه؟ يبقى علاقه ايه؟ كيرف علاقه طرديه اهو. ازاي ده كيرف علاقه طرديه؟ بص، كل ما بتشد اكتر كل ما الطول بيزيد، وكل ما الطول بيزيد التنشن بيزيد. فهمتني؟ يبقى الكيرف الازرق ده كيرف مين؟ ده كيرف الباسيف تنشن. كيرف مين؟ الباسيف تنشن اللي بيعمله البريلود. خلاص؟ طب حلو، اسالك سؤال بقى دكتور. هتقولي نعم. انا قلت لستك من شويه ان عضله القلب عامله زي الاستك، كل ما بتشدها اكتر بترد عليك بانقباض اقوى. ثواني، يبقى كل ما زاد طول العضله قبل الانقباض، تاني قبل الانقباض قبل الانقباض قبل الانقباض قبل الانقباض قبل الانقباض قبل الانقباض. ليه يا محنك؟ عشان تفهم، العضله لو طولها زاد قبل الانقباض بترد عليك بانقباض اقوى. بمعنى ايه؟ هو انت علشان تزود طول العضله هتشدها، طب كل ما بتشد اكتر عضله القلب عامله زي، كل ما بتشد اكتر بترد عليك بانقباض اقوى. ده طبقا لقانون مين؟ فرانك سارلينج لو. يبقى كل ما طول العضله زاد قبل الانقباض كل ما هيرد عليك بتنشن ايه؟ اعلى. انسى الكيرف ده كانه مش موجود، انا راكب كيرفين على بعض. الكيرف ده موجود بالنسبه لك؟ انا مش ما رسمتوش. فهمتني؟ طب عايز ارسم كيرف مين بقى؟ الاكتيف تنشن، لان الاكتيف تنشن هو المعني بالانقباض. لقينا ان الكيرف بتاع الاكتيف تنشن عامل كده يا بيه، اهو ده كيرف علاقه ايه؟ طرديه. ما كلما زاد طول العضله قبل الانقباض كل ما اداك تنشن اعلى. اقنعك، تعالى الطول هنا هيديك تنشن قد ايه؟ اطلع كده تيك اهو، ده التنشن هنا. طب زود الطول قبل الانقباض اطلع هيديك تنشن ايه؟ اعلى. يبقى علاقه ايه؟ طرديه. الكيرف الاحمر ده كيرف مين؟ الاكتيف تنشن. يبقى اول حاجه برسمها في الكيرف هو كيرف مين؟ الباسيف تنشن، ثم كيرف اكتيف تنشن. في مشكله؟ في معلومه عايز اقولها لسيادتك، قاعده غايه في الاهميه والجمال. كنت بقول لك كل طول وله تنشن معين. القاعده دي مهمه جدا، هكتبها لك اهو طول الحصه. كل طول له تنشن معين. عارف الجمله دي؟ كنوز اقسم بالله، هتفهمك حاجات تخليك كده تلعب بالكيرف ده كده في الفهم. ازاي كل طول له تنشن معين؟ يعني بص، انا اقصد ايه التنشن هنا؟
انا اقصد بكلمة تنشن دي الاكتف تنشن. والاكتف تنشن يعني التنشن بتاع الشد ولا بتاع الانقباض؟ بتاع الانقباض. تاني انا عندي قاعدة بتقول ايه؟ كل طول له تنشن ايه؟ معين. انا بقول لك التنشن ده اقصد بالاكتف تنشن، يبقى ده بتاع ايه؟ الانقباض. طب ثواني، طب انهي طول يعني؟ طول العضلة قبل الانقباض، قبل الانقباض، قبل الانقباض، قبل الانقباض. كيف يؤثر طول العضلة؟ اهو طول العضلة قبل الانقباض. ازاي طول العضلة قبل الانقباض بيؤثر على التنشن؟ تعال افهمك. ده فرانك ستارلينج له. كل ما بتشدها بترد عليك باكتف تنشن اعلى. طب شديت اكتر تنشن اعلى، شديت اكتر واكتر تنشن اعلى، وذي ليميت طبعا. يبقى كل طول له تنشن معين ولا لا؟ طب اقنعني على الكيرف. تعال اقول لك، لو جيت انا سالتك سؤال وقلت لك مثلا يا دكتور يا محترم، عند بص كده معايا البوينت دي، ده الطول هسميه الطول رقم واحد. ده الطول رقم كام؟ الطول رقم واحد. انا بقول لك الطول ده له اكتف تنشن معين، تنكر؟ طب ثواني دكتور، له اكتف تنشن فين يعني؟ اطلع معايا لحد فوق، بص اهو. ايه ده يا دكتور؟ الطول رقم واحد يقدر يدي اكتف تنشن لعند هنا. فهمت الفكره؟ تمام؟ حلو. اسالك سؤال، مستوى الفهم يعلى معايا شويه. عايزك تكون يا تنين فيسيولوجي محلق في سماء القاعه ان شاء الله. هو انا ليه بعمل اكتف تنشن؟ عشان اتغلب على الحمل، عشان ارفع الحمل. مش انا لما اعلق حمل في العضله بنقبض ليه؟ عشان ارفعه. طب مين الحمل في القلب؟ الدم. عايز اضخ الدم، صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. طب عندي بقى سؤال، الحمل ده اسمه ايه؟ افتر لود. طب ليه الحمل اسمه افتر لود؟ لان ده اللي انا بشيله، ده اللي انا ايه؟ هو يا دكتور الحمل هو اللي بيشد ولا هو اللي بيتشال؟ الحمل هو بيتشال. طيب هو حمل الافتر لود ده موجود فين مثلا؟ قال لك والله اقول لك على سبيل المثال يا ولدي، ان ده المستوى ده اهو كده اهو، المستوى المنقط ده، المنقط ده هو ده مستوى الافتر لود. المنقط ده مستوى ايه؟ بص معايا تاني، المنقط ده مستوى ايه؟ افتر لود. الطول رقم واحد، الطول رقم واحد على الافق، هل يقدر يولد تنشن يتغلب على الافتر لود ده؟ لانه يولد تنشن اللي عندي فوق هنا، صح ولا مش صح؟ طب السؤال الجوهري، هل الطول رقم واحد محتاج يولد تنشن ده كله؟ طب ليه؟ ربنا مش عايزك تهدر طاقة، يكفيك فقط أن تتغلب على الحمل، لكن مش لازم أطلع لفوق قوي، فأنا مش محتاج أطلع ده كله. أنا عارف إنك جامد، وعارف يا طول الطول ده رقم واحد، عارف إن ده يقدر يولد تنشن اللي عندي فوق، بس أنا يكفيني إنه يولد اللي عندي هنا بس. اللي هو جاست أو مجرد تغلب على مين؟ على مين؟ على الأفتر لود. حلو قوي. طب الانقباض ده يا دكتور يا محترم، بدا الانقباض اهو من نقطه رقم واحد لنقطه رقم كام؟ رقم اتنين. رقم واحد رقم كام؟ رقم اتنين. تغلبت على مين؟ تغلبت على الافتر لود. وانس او مجرد انك تغلبت على الافتر لود بتبدا العضله ترفع الحمل. يا دكتور بص يا ابني معايا، الحمل اهو يتعلق تحت اهو الحمل، العضله بتنقبض ليه؟ عشان ترفع الحمل ده. طب هترفعه امتى؟ لما تتغلب عليه. تتغلب عليه ازاي؟ تولد تنشن يتغلب على هذا الحمل. هذا الحمل اسمه افتر لود اللي عندي هنا. الطول بتاع العضله رقم واحد يقدر يولد تنشن اللي عندي فوق، يكفيني فقط يتغلب على الافتر لود. يبقى قدر يولد تنشن تغلب على الافتر لود. ابدا بقى يا عضله انقبضي فتقصر. اي انقباض يساوي شورتنينج او قصر. طب لما تقصر ترفع الحمل، صح ولا مش صح؟ طب ثواني، العضله بتقصر يبقى الطول ثابت؟ لا الطول ايه؟
بيقصر. طب ثواني، الطول بيقصر يعني بروح ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ برجع تاني ناحيه الشمال. وبالتبعيه يا معالي الدكتور المحترم نلاقي، بص كده معايا، الطول قصر كده من نقطه رقم 2 لعند النقطه رقم 3. رقم 2 رقم كام؟ 3. طب انا ليه وقفت عند النقطه رقم 3؟ برنس ليه؟ مش مطلوبه منك، بس اقول لك كلمه واحده بس، لان عند النقطه رقم 3 تساوى. تساوى ايه مع ايه؟ برنس يلا، عند النقطه دي تساوى الافتر لود مع التنشن، فمش هقدر اقصر اكتر من كده. فهمت الفكره؟ مش هقدر اقصر اكتر من كده الا لو زودت قوه انقباض القلب، فالتنشن يغلب الحمل اكتر واكتر. بس مش قصتنا دلوقتي، بس هناخدها في كيرف منفصل، خلي بالك. فهمتني؟ يبقى انا هتحرك من النقطه رقم 1 ل 2، اتغلب على الافتر لود، 2 العضله تقصر لرقم كام؟ 3. ده نورمال، ده الكيرف النورمال. بس لسه ما جاوبتش على السؤال. انا كل ده برسم الكيرف النورمال بس كده. اه، طب ما انت عايز تدرس ايه؟ ما هو تاثير البريلود على مقدار القصر. حد يقدر يقول لي مقدار القصر فين؟ اهو، من 2 ل 3. من 2 لكام؟ ل 3. مش ده مقدار القصر؟ صح؟ العضله بتنقبض؟ ايوه يا دكتور. طب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز يا معالي الدكتور المحترم ازود البريلود. اسمع يالا، بريلود يعني طول العضله قبل، بريلود يعني يؤثر على طول العضله قبل الانقباض. زودت البريلود يعني زودت مين؟ زودت الحمل على العضله قبل الانقباض، فيشد اكتر، يشد اكتر، فطول العضله يحصل له ايه؟ يبقى هل الطول هيبقى عنده نقطه رقم 1؟ لا، الطول يا دكتور يتحرك. يبقى هنا كده، بسم الله، اهو الطول يبقى هنا كده. الطول زاد لان البريلود زاد. انا اول حاجه بتكلم عنها تاثير مين يا ولدي؟ البريلود. اول سؤال عندك اهو، اول كيرف. فلما يزيد البريلود الطول ما يبقاش عندي 1، يبقى عندي 1 ايه مثلا، مش نفرق ما بينها وما بين 1، الطول زاد. طب اسمع، كل طول وله تنشن معين. هل الطول 1 ايه الجديد ده يقدر يتغلب على الافتر لود؟ اه ده بص يقدر يولد لحد فوق. طب هل انا محتاج اطلع ده كله؟ لا، يكفيني فقط ان اتغلب على الافتر لود. افتر لود ده ثابت ولا هو ولا متغير؟ هنا ثابت، مش دعوه بيه. انا في كل كيرف بلعب مع كام متغير؟ متغير واحد فقط، متغير واحد فقط. عند 1 ايه بيبدا الانقباض لحد ما تغلب على الافتر لود. اول ما تغلب على الافتر لود بيبدا يحصل القصر او شورتنينج، بدا القصر. دي 2 هخلي دي 2 ايه. عندك مشكله؟ حصل القصر او الشورتنينج من 2 ايه لحد رقم كام؟ لحد رقم 3. ايه ده؟ لما زاد البريلود مقدار القصر حصل له ايه؟ زاد. اقنعني، القصر الاولاني باللون الازرق قد كده، لكن القصر الثاني باللون الاخضر قد كده، مين مقدار قصره اكتر؟ الاخضر، بعد زياده البريلود. يبقى زياده البريلود بتشد اكتر، وبالتبعيه تخلي القلب يلسعك اكتر. مش كنت بقول لك عضله القلب عامله زي الاستك، كل ما بتشدها بترد عليك بانقباض اقوى؟ بثبته بالكيرف. فهمت الفكره؟ طب اقرا معايا بقى يا دكتور. كلما زاد البريلود حصل ايه في مقدار القصر؟ زاد. يبقى علاقه ايه؟ طرديه. اول حاجه كتبتها ان دي دايركت بروبورشن، يعني علاقه ايه؟ علاقه طرديه. كلما زاد البريلود يعني هاير لينس، بدل ما كانت عند النقطه رقم 1 بقت عندي 1 ايه، بقت عندي 1 ايه. يبقى المصل يا دكتور يا محترم بتنقبض في الاول ايزومتريك لحد ما تولد تنشن يتغلب على الليفل بتاع ميم الافتر لود عند نقطه 2 ايه. فهمت الفكره؟ المصل هتقصر من 2 ايه لعند 3. مقدار القصر الاولاني كان من 2 ل 3، طب مقدار القصر بعد زياده البريلود بقى من 2 ايه لحد 3، يعني مقدار القصر زاد. وبالتبعيه الديجري اوف شورتنينج از جريتر، يعني الديستنس ما بين 2 ايه و3 اكبر من الديستنس ما بين 2 و3، يعني مقدار القصر ايه؟ زاد. وكلما زاد مقدار القصر كل ما كان البرفورمانس احلى واحسن.
صعب اول سؤال، في مشكله؟ طيب الكيرف ده فيه مشكله؟ كده رسمناه مره، هنرسمه تاني كمان مرتين ثلاثه، ركز معايا. تاني حاجه عايز اشوف تاثيرها يا دكتور، اهو قول لي يا ابني بقى تاثير الافتر لود. عايز تغير في مين يعني؟ عايز اغير في الافتر لود. عايز تعمل ايه؟ اغير في الافتر لود. ارسم نفس الكيرف اهو يا دكتور، نفس الكيرف اهو. كنت بحط هنا على الافق ايه؟ الطول او اللينس، وكنت بحط على الراس هنا التنشن او الطول. دكتور اول حاجه ببدا بقى الكيرف ده برسم مين؟ باسيف تنشن. بترسم ازاي؟ القلم الازرق، افتكر يالا، ادي كيرف الباسيف تنشن. تاني حاجه برسمها، اللي هلمحه مش باصص معايا هزعل يا بيه. بص هنا تاني كيرف هرسمه هو مين؟ اكتف تنشن. ادي يا دكتور الاكتف تنشن اهو. فين مستوى الافتر لود؟ والله زي اللي فوق ده هعتبره هنا كده اهو. ادي مستوى الافتر لود الطبيعي زي ما حضرتك قلت، نقطه كده. حلو قوي. تعالى كلمني بقى على النورمال او الطبيعي، ايه اللي بيحصل؟ هقول فرضا يا معالي الدكتور المحترم ان طول العضله كان عندي البوينت دي، بوينت رقم واحد، كل طول وله تنشن معين، هل هذا الطول يتغلب على الافتر لود ده؟ اه، لانه يقدر يولي التنشن فوق خالص، بس انا محتاج ده كله؟ لا، انا يكفيني فقط ان انقبض ايزومتريك الى ان اولي التنشن يتغلب على الافتر لود، بدل ما هو يطلع لفوق هيطلع جاست او مجرد فوق الافتر لود بسنه صغيره، يتغلب عليه بس. من واحد لعند نقطه رقم كام؟ رقم اثنين. تغلبت على الافتر لود، فابدا ارفع الحمل. لما برفع الحمل العضله بتقصر، يبقى بتحرك ناحيه ايه؟ الشمال، فالعضله تقصر يا دكتور اهو من النقطه. العضله تقصر اهو، احافظ على نفس الالوان. العضله تقصر اهو من نقطه رقم اثنين لعند النقطه رقم كام؟ رقم ثلاثه. ده النورمال، ده النورمال صح؟ ضيف عليه بقى، عايز تشوف تاثير مين؟ تاثير الافتر لود. تاني حاجه انت فاهم السؤال؟ هيقول لك الافكت بتاع افكت اوف انكريزنج الافتر لود اون الماسل شورتنج. السؤال هيجي كده، فلازم ترسم له الكيرف وتكتب عليه. خلاص؟ طب بص كده معايا يا دكتور، ده النورمال رسمته، ايه المتغير اللي هتعامل معاه؟ اتفقت معاك ان كل كيرف بتعامل مع متغير واحد، المتغير الجديد هو زياده الافتر لود، زوده. حاضر اهو، هخليه هنا. ده المستوى الجديد بتاع الافتر لود، ده المستوى ايه؟ الجديد بتاع الافتر لود. افتر لود ده زاد بقى فوق كده ماشي. هل انا كلمتك ان انا اغير طول؟ انا هغير كام حاجه؟ حاجه واحده بس، الا وهي مين؟ افتر لود. هسالك سؤال، هل نفس الطول يقدر يتغلب على الافتر لود الجديد؟ اطلع كده، هيتغلب عليه ونص كمان. طب ماشي، كلام جميل جدا. خلاص كهرب العضله، فهتبدا العضله في الانقباض ايزومتريك عادي جدا من نقطه رقم واحد، تطلع 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 لفوق اكتر. ليه؟ عشان تتغلب على الافتر لود الجديد. يبقى من واحد لاثنين ايه؟ فهمت الفكره؟ طب حلو جدا. طب وانس او مجرد لما حضرتك تغلبت على الافتر لود الجديد، المفروض ايه اللي بيحصل؟ شورتنينج او قصر، يعني هتتجه ناحيه اليسار كده اهو عند نقطة رقم 3 ايه. ما هو تأثير زيادة الافتر لود على الديجري اوف شورتنينج؟ دكتور لما زاد الافتر لود في الطبيعي، كله بص هنا، بص ايديكم، في الطبيعي العضلة كانت بتقصر قد كده، ولكن مع زيادة الافتر لود العضلة قصرت قد كده. يبقى زيادة الافتر لود بتقلل الديجري اوف شورتنينج، يعني علاقة ايه؟ انفيرس ريليشن شيب، علاقة عكسية. وده بديهي ومنطقي. دكتور لو انت شايل حمل تقيل هتقدر ترفعه جامد؟
لا يبقى الديجري اوف شورتنينج بتقل مع زياده الحمل، والحمل اللي العضله شايلاه اثناء الانقباض اسمه ايه؟ افتر لود. صعب الكلام ده؟ طب اقرا معايا بقى السؤال يا دكتور يا محترم. الافتر لود العلاقه ما بينه وما بين الديجري اوف شورتنينج علاقه عكسيه انفيرس ريليشن شيب. المصل بتبدا تكونتراكت عند الرقم واحد اهو، كله بص معايا هنا انا بقرا الملزمه من هنا، هي اللي معاك. المصل بتبدا تنقبض عند رقم واحد الى ان تصل الى البوينت 2 ايه، تتغلب على الافتر لود الجديد. الكونتراكشن بعد كده بيتحول من ايزومتريك الى ايزو تونيك ويبدا يحصل شورتنينج. بص كده مقدار القصر في الاول كان قد كده، ولكن مع زياده الافتر لود اصبح هاير افتر لود، مقدار القصر بقى قليل جدا. يبقى دي علاقه ايه؟ علاقه عكسيه، وبالتبعيه يقول لسيادتك الديجري اوف شورتنينج از سمولر، يعني الديستنس ما بين 2A و3A اقل بكتير من الديستنس الطبيعيه ما بين 2 و3. الكلام ده عبيط؟ الكلام ده عبيط وهبل، الكلام ده سهل. انت بس تشوف الكيرف تتخض. طب ارسمه خطوه خطوه معايا. والله يا ابني بالنسبه للكيرفات دي من اول السنه لحد دلوقتي ليس في الامكان اكثر من مكان. انت عارف الكيرف ده اترسم كم مره حتى الان على مدار السنه او على مدار المديول؟ والله ما اقدر اعده. خط خط. انا مش هصدمك بيه مره واحده. هقول لك اول حاجه ارسم الباسيف تنشن ثم الاكتف تنشن، ارسم الطبيعي شوف المتغير. تاني اول حاجه ارسم، قول معايا بصوت عالي، اول حاجه ارسم باسيف تنشن ثم اكتف تنشن، ارسم الطبيعي ثم ضيف المتغير. بتعامل مع كام متغير؟ متغير واحد فقط في كل كيرف. طيب ماشي، عايز تعمل ايه تاني؟ عايز بقى اشوف تاثير الانتروبيك ستيت. تاثير ايه؟ انتروبيك ستيت. حاضر، همسح يا عم كيرف واحد بس، هرسم امسح الكيرف ده، هرسم نفس الكيرف تاني على فكره، خلي بالك يعني. بص يا ابني معايا، ادي الرأسي وادي ايه؟ الافقي. كنت بحط ايه يا دكتور يا محترم على الافقي؟ الطول او اللينس. طب وعلى الرأسي بحط ايه؟ التنشن. ممتازين. اول حاجه برسمها باسيف تنشن ثم اكتف تنشن ثم ارسم الطبيعي. هقول لسيادتك يا دكتور الطبيعي بيقول لك ايه؟ عند الطول رقم واحد هنا انا عايز ارسم مين بقى؟ افتر لود اهو، ده مستوى الافتر لود. هل الطول رقم واحد يقدر يولد تنشن يتغلب على الافتر لود؟ اه يقدر يولد تنشن يتغلب على الافتر لود. طب يقدر يولد تنشن، هيولد تنشن ايزو مترك لحد ما يتغلب على افتر لود. هل هو محتاج يطلع لفوق؟ لا، يكفي جاست او مجرد ان يتغلب على الافتر لود عشان يبدا بعد كده الايه؟ الشورتنينج او القصر. من واحد النقطه اللي فوق دي هتبقى نقطه رقم كام؟ الطبيعي نقطه رقم اثنين. بعد كده يحصل شورتنينج او ايه؟ او قصر من اثنين لعند كام؟ من اثنين لعند ثلاثه. بالطبيعي ضيف المتغير. ايه هو المتغير؟ بيقول لسيادتك ما هو تاثير الانوتروبيك ستيت. ثالث حاجه اهو اللي هو قوه الانقباض. هتعمل ايه؟ انا عايز ازود الانوتروبيك ستيت، ازود قوه انقباض القلب. بص يا ابني هنا، ازود ايه؟ ازود قوه انقباض القلب. طب انا هزود قوه انقباض القلب ازاي؟ بص معايا يا ولدي العزيز، هتعمل ايه يا دكتور؟ هفهمك. بص يا ابني معايا، هتعامل مع كام متغير؟ هل انا جبت سيرة ان انا هغير الطول ده؟ لا، فانا هبدأ برضو عند الطول رقم كام؟ رقم واحد. هل انا جبت سيرة ان انا هغير افتر لود؟ لا، فهطلع من واحد لعند اتنين عادي جدا، اللي هو هتغلب على الافتر لود اللي كان موجود اصلا. بس الجديد ايه؟ ان قوة العضلة زادت. بص انا قلت لك من شويه والله العظيم، قلت لك لو زودت قوه العضله هتقصر اكتر من الطبيعي، صح ولا مش صح؟
فتلاقي العضله بص قصرت ازاي؟ من اتنين عماله تقصر 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 لحد هنا. لحد تلاته ايه؟ فغصب عنك لازم تغير كيرف مين؟ الاكتف تنشن. فكيرف الاكتف تنشن ترسمه منقط كده. ليه يا دكتور يا محترم رسمت كيرف الاكتف تنشن منقط وبقى شيفتد ابورد اند تو ذا ليفت؟ لان يا دكتور مع زياده قوه انقباض القلب مع ثبات كل الفاكتورز الثانيه بقى اجباري عليك ان العضله لما قوتها زادت هتقصر اكتر، فمقدار القصر هيزيد يعدي المقدار بتاع مين؟ يعدي يا دكتور كيرف الاكتف تنشن ويرجع لورا. فانت لازم تطلع الشادو للكيرف ده منقط بالشكل ده كده، ولذلك تكتب ان كيرف الاكتف تنشن شيفتد ابورد يعني لفوق اند تو ذا ليفت. الكلام ده صعب؟ طب اقرا معايا يا دكتور. نعم، قال انوتروبيك ستيت، قال لك والله ات ذا سيمي بريلود يعني عند نفس البريلود عند النقطه رقم واحد. ما هو نفس البريلود يعني نفس الطول، ما انت لو زودت البريلود هتشد اكتر. طب ثبت البريلود مش هتشد اكتر، يبقى نفس الطول، يبقى عند نفس الطول عند البوينت رقم واحد معايا. ام دي ذا سيم افتر لود، اما ايش ده برضه الافتر لود؟ انا هضيف متغير واحد فقط الا وهو زياده قوه الانقباض، الا وهو ايه؟ زياده قوه الانقباض. ايه اللي بيحصل يا معالي الدكتور المحترم؟ قال لك والله المصل لما قوه انقباضها تزيد هتاكزيرت او هتبذل مور شورتنينج، يبقى الديستنس ما بين 2 و 3A اكتر من الديستنس ما بين 2 و 3 العاديه. وبالتبعيه يا معالي الدكتور المحترم ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا ابني الكيرف بيكون شيفتد ابورد اند تو ذا ليفت. الكلام ده صعب؟ في معلومه بقى انا مزودها لك شويه. اقول لك ايه؟ بنكشك. عايز تكتبها اكتبها، مش عايز تكتبها اشطب عليها. ايه رايك لما دي لما اضيف نيجاتيف انتروبيك ستيت؟ نيجاتيف يعني نيجاتيف؟ يعني قوه الانقباض بقت ضعيفه، فالعضله تقصر اقل، فمقدار القصر يبقى قد كده. فتلاقي الكيرف ده بقى ايه؟ شيفت داونورد اند تو ذا رايت. الكلام ده صعب؟ الكلام ده فيه مشكله؟ الكيرف ده صعب؟ ها يا شباب حد عنده مشكله في الكيرفات دي؟ طيب كلام جميل جدا. تعالى بقى، احنا قلنا يا دكتور عشان اؤثر على البرفورمانس باثر على مقدار القصر وسرعه القصر. مقدار القصر ضفنا عليه يا دكتور كم متغير؟ بري لود افتر لود ان تروبيك ستيت. تعالى اتكلم عن السرعه بقى، ركز معايا. ركز بقى معايا عشان نلم الدنيا كويس. يا دكتور هقول لك يا نعم. السؤال ممكن يجي بطريقه ثانيه خالص. يقول لك بص كده معايا، مش هيقول لك قول لي تاثير كذا على الديجري اوف شورتنينج، لا
هقول لك قول لي تأثير كذا على الفيلوسيتي اوف شورتنج. ولا كيرف الفيلوسيتي غير كيرفات الديجري اوف شورتنج. فهمت الفكره؟ يبقى لما يجي يقول لك بقى قول لي يا ولدي العزيز في البدايه الكيرف ده بحط مين على الافقي ومين على الراسي؟ بحط على الافقي الافتر لود، بحط مين؟ افتر لود، وعلى الراسي سرعه القصر، سرعه اللي هو الشورتنج فيلوسيتي. سيبك من الكيرف، تعال ندردش مع بعض. اسالك سؤال. نعم. لو زاد الحمل للعضله شايلاه سرعه انقباضها تزيد ولا تقل؟ تقل. مثلا ابسطها لك، لو انا شايل 5 كيلو هنقبض ازاي؟ انقباض سريع. طب لو شايل 50 كيلو؟ فهمت الفكره؟ يبقى الحمل اللي العضله شايلاه اثناء الانقباض او الكونتراكشن ده اسمه افتر لود. اسمه ايه؟ افتر لود. لو زاد الافتر لود اثناء الانقباض، زاد يبقى العضله يا دكتور بتشيل حمل تقيل فتنقبض ابطا. يبقى كلما زاد الافتر لود تقل سرعه الشورتنج، يبقى علاقه ايه؟ عكسيه. يبقى الكيرفات دي كلها علاقه ايه؟ عكسيه. طيب كيرف العلاقه العكسيه بيكون عامل ازاي؟ تعال اقول لك. بيكون يا دكتور يا محترم عامل كده اهو، ده كيرف علاقه ايه؟ عكسيه. حد عنده مشكله ان ده كيرف علاقه عكسيه؟ اثبتها لك ان ده علاقه عكسيه يا دكتور. هقول لك نعم. بص، لو فرضا الافتر لود هنا عند البوينت رقم 1 عشان المحنكين يديك سرعه انقباض قد ايه؟ اطلع لفوق اهو، سرعه انقباض رقم 1 اهي. طب تعالى زود الحمل، اعمل ايه؟ زود الحمل. حاضر. الافتر لود زاد بقى هنا نقطه رقم 2، حصل ايه في سرعه القصر؟ قلت. يبقى لو زاد الافتر لود بتقل سرعه القصر او الانقباض. اقتنعت؟ نمسح بقى شغل ابتدائي ده. والله العظيم فضايح. في سؤال انا متوقعه على فكره النهارده بالليل، دكتور هل الكيرفات نرسمها في الامتحان؟ هبعت لكم السؤال ده على الجروب، انا عارف السؤال ده هيتسال واللي بيساله هيسمع المحاضره دي، خلي بالك. بس برضه هو ايه يعني دكتور؟ طب هيجي كام كيرف نرسمه في الامتحان دكتور؟ طب هو عليه كام درجه في الامتحان دكتور؟ انا اهرب من رسم الكيرفات ازاي؟ والله اسهل من كتابه 100 مره. فهمتني؟ بس اللي بيفهم بقى. اقتنعت ان دي علاقه عكسيه؟ امنت بالله؟ ركز بقى معايا. عايز اضيف تاثير حاجه. تاثير ايه يعني؟ عايز اضيف تاثير زياده البري لود على سرعه القصر. زياده ايه؟ البري لود على سرعه القصر. بالراحه. بالراحه. تعال اقنعك. العضله اهي. شدها اكتر يعني بريلود اكتر، انقبض اسرع. ليه؟ عضله القلب عامله زي استك طبقا لقانون فرانك ستارلينج لو. يبقى كل ما بتشد العضله اكتر يعني بريلود اكتر، كل ما الفيلوسيتي اوف شورتنينج زادت. وبالتبعيه يا معالي الدكتور المحترم وجدنا الاتي. بص بقى معايا، ايه ده يا دكتور؟ هقول لك مثلا ده الكيرف رقم A، ده الكيرف رقم B، وده الكيرف رقم C. ايه الفرق ما بينهم يعني؟ الفرق ما بينهم ان انا ضفت متغير مش موجود على الكيرف ده، الا وهو زياده البريلود، حيث
البري لود بتاع بي اعلى من البري لود بتاع ايه؟ طب اسمع، لما اجي اقول لك طب ما نثبت الحمل عند النقطة دي مثلا، بص هقنعك بحاجة جميلة جدا دلوقتي. عند النقطة دي انا ثبتت مين؟ وهغير بري لود، بس بري لود مش على الكيرف، فهمتني؟ طيب عند نفس الافتر لود لما ازود البري لود، بص هنا اداك سرعه قد كده، طب زودت البري لود يبقى السرعه زادت، طب زودت البري لود اكتر واكتر السرعه زادت اكتر واكتر. ده بيثبت ايه؟ ان كل ما بتزود البري لود كل ما بتشد اكتر، كل ما العضله بترد عليك بكونتراكشن اقوى واسرع. ده فرانك ستارلينج لو بثبته بكيرف. صعب الكلام ده؟ اقرا معايا، بيقول لك ايه؟ increasing the preload بيشفت الكيرف ده يا دكتور upward and to the right from A ثم B ثم C قدام حضرتك اهو. ولذلك at any after load ثبت الافتر لود الكاردياك ماسل يا دكتور بتنقبض فاستر مع زيادة البريلود. تاني ثبت الافتر لود هنا والكيرف بتاع B البريلود بتاعه اكتر من A والكيرف بتاع سي البري لود بتاعه اكتر من بي واي، انت فاهم معايا؟ وبالتبعيه عند نفس الافتر لود كلما زاد البري لود الكيرف بيكون شيفتد ابورد اند تو ذا رايت، يعني الكيرف بيكون عنده فيلوسيتي اعلى مع زياده البري لود. حد ما فهمهاش؟ بامانه. ها تاني بص معايا، انا بقول لك ايه؟ ادي حته العضله زودت البري لود هتشد اكتر تنقبض اسرع، زودت البري لود هتشد اكتر تنقبض اسرع واسرع، بس كده الكيرف خلص. دكتور ثبت كل حاجه وتعامل مع كام متغير؟ واحد الا وهو البري لود. بص عند هثبت الافتر لود هنا، بقول لك الكيرف رقم بي ده اللي في النص البري لود بتاعه اعلى من ايه؟ يبقى سرعه مين اعلى؟ بي. طب اثبت اهو، ثبت الافتر لود رقم ايه هيديك هنا، طب رقم بي هيديك سرعه اعلى، طب وسي، طب ودي، طب حط 50 كيرف فوق بعض، نفس الفكره. الكلام ده صعب؟ طيب نفس الكلام ده اللي مكتوب اهو قدام حضرتك. طب ماشي، طب ما تيجي نشوف تاثير حاجه ثانيه. ايه بقى تاثير الافتر لود على سرعه الانقباض؟ تاثير ايه الافتر لود على ايه؟ على سرعه الانقباض. بص يا ابني معايا يا دكتور، اقول لك يا نعم، انا احط هنا ايه؟ الافتر لود، واحط فوق هنا ايه؟ الفيلوسيتي اوف شورتنينج. العلاقه علاقه ايه؟ عكسيه بالشكل ده كده اهو. علاقه علاقه ايه؟ عكسيه. في نقطتين عايز اتكلم عنهم. كم نقطه عايز اتكلم عنهم؟ نقطتين. فين يا ابني اقصى سرعه قدامك؟ هنا صح؟ مش دي اعلى سرعه؟ هسميها فيلوسيتي ماكس او في ماكس. دكتور الحمل موجود على الافقي ولا على الراسي؟ الحمل على الافقي افتر لود تحت اهو. طب ثواني، اعلى سرعه كانت عند حمل كام؟ انزل كده من فوق لتحت، كان عند حمل صفر. طب هل فعليا في حمل اسمه حمل صفر؟ لا، مفيش عضله في جسمك شايله زيرو لود. لو النبي، اه والله العظيم فاكر كنت بقول لك ايه؟ هيجي واحد يقول لي لا خلاص يا دكتور انا مش شايل حاجه اهو، هقول لك لا يا حبيبي. عارف البايسبس شايل الفول ارم والهاند، هيجي واحد يقول لي طب خلاص يا دكتور الفور ارم شايل الهاند، واحد ده محنك كل الهاند، اقول له اجينست الجرافيتي يمثل اللود عليها، يعني مفيش اي عضله في جسمك عندها زيرو لود. يبقى هل الفي ماكس دي موجوده في جسمي؟ لا، يبقى دي حاجه ثيوريتيكال نظريا جت على الكيرف. فهمت الفكره؟ طيب حلو قوي. يبقى بالتبعيه يا دكتور العلاقه ما بين الافتر لود والفيلوسيتي علاقه ايه؟ عكسيه. بيقول سيادتك دي انفيرس ريليشن شيب، السرعه بتقل الفيلوسيتي بتديكريز، از الافتر لود انكريز، كلما زاد الافتر لود بتقل السرعه، زاد الحمل العضله بتنقبض ابطا. الكلام ده صعب؟ طيب ماشي، الفيلوسيتي بتكون زيرو،
بص كده معايا بقى. طب بص نبدا باللي تحتيها. الماكسيموم فيلوسيتي الفي ماكس بتكون عند لود كام؟ زيرو. ودي حاجه ايه؟ ثيوريتيكال. ليه يا دكتور المحترم؟ قال لك المصل كان نوت كونتراكت اجينست زيرو لود، مفيش عضله تنقبض اجينست زيرو لود. خلاص؟ في بوينت في النص هي سيبناها. طب بص كده معايا يا دكتور. طب السرعه عند البوينت دي، السرعه عند البوينت دي كام؟ زيرو. امتى السرعه تكون زيرو؟ السرعه بتكون زيرو يا معالي الدكتور المحترم لما يكون الحمل، بص لما يكون الحمل مساوي للافتر لود، او الافتر لود يا معالي الدكتور متغلب عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العضله جابت ماكسيمم تنشن ومش قادره ترفع الحمل، زي ما اجي اقول لك زق الحيطه. ماشي هزق الحيطه اهو. ايوه هات اخرك، والله جاب اخرك، اخرك جاب اخرك. سرعه الانقباض كام؟ صفر. ليه؟ العضله ما اتحركتش من مكانها. عملت ماكسيمم كونتراكشن ولكن سرعه الانقباض صفر. لان انت يا دكتور العضله ما قصرتش. فهمت الفكره؟ لان اللود كان زياده قوي، مهما انت تولد ماكسيمم تنشن ايه اللي بيحصل؟ قال لك يا دكتور الفيلوسيتي اوف شورتنينج ايكوال زيرو، يبقى الفيلوسيتي بتساوي زيرو لما اللود بيكون مساوي او اعلى من الماكسيمم تنشن. انت يا دكتور عملت ماكسيمم تنشن بس برضه الحمل ايه؟ اكبر منك. مش قادر تزق الحيطه. مش قادر تشيل 400 كيلو من على الارض. فهمت قصدي؟ كان ده صعب. طيب ده كده تاثير مين؟ الافتر لود، العلاقه ما بين الافتر لود والفي ماكس. اللي هو الكيرف الطبيعي اللي هو فيه درجة واحدة بس أو في خط واحد. الكلام ده صح؟ طيب الكيرف اللي بعد كده بقى، قول لي يا ولدي تأثير الإينوتروبيك ستيت. الأول أنا بحط هنا على كيرف الفيلوسيتي، بحط على الأفق إيه؟ بص يا ابني هنا، بحط على الأفق أفتر لود، وبحط على الرأس إيه؟ فيلوسيتي اوف شورت. العلاقه ما بينهم علاقه ايه؟ عكسيه. اهو ادي كيرف العلاقه العكسيه اللي انت متعود عليه. عايز تضيف متغير جديد؟ ايه هو؟ زياده قوه الانقباض. ايه المتغير اللي هتضيفه؟ بوزيتيف اينو تروبيك ستيت. اي حاجه بتزود قوه انقباض القلب، ديجيتال سيمباثيك جلوكاجون، اي حاجه بتزود قوه انقباض القلب. طب بص كده معايا يا دكتور، اقول لك يا نعم، اللي باللون الاخضر ده رقم ايه؟ رقم ايه؟ ايه عايز تعمل ايه؟ هزود قوه انقباض القلب. هزود قوه انقباض القلب. السؤال هنا حضرتك يا دكتور يا محترم، لما بتزود قوه انقباض القلب السرعه بيحصل لها ايه؟ بتزيد. السرعه بيحصل لها ايه؟ معنى ان السرعه بتزيد، انت بتطلع لفوق ولا بتنزل لتحت؟ بتطلع لفوق. فتلاقي الكيرف بقى اقسم بالله عامل كده اهو اهو. وهسمي يا دكتور يا محترم ده رقم بي، وده رقم ايه؟ وده رقم سي. خلاص الكلام ده صعب؟ ماشي. انا عايز اتعامل مع كام متغير؟ الا وهو، عايز اتعامل مع متغير واحد الا وهو زياده قوه انقباض القلب او البوزيتيف انتروبيك. ثبت كل حاجه. فمثلا هاجي اقول لك عند نفس الافتر لود يختلف الكيرف رقم ايه عن بي عن سي؟ ازاي يعني؟ عند الكيرف رقم ايه كانت قوه الانقباض عاديه عادي، فاداك سرعه لحد فين؟ لحد هنا. طب عند الكيرف رقم بي زودت قوه الانقباض، فلما زادت قوه الانقباض السرعه زادت. طب عند الكيرف رقم سي زود قوه الانقباض اكتر واكتر، فتزيد سرعه الانقباض اكتر واكتر. بتثبت ايه بالكيرف ده؟ ان كلما زادت قوه الانقباض كلما زادت سرعه الانقباض. ده احمد بالزنجبيل اللي فيه. طب اقرا معايا كده، بيقول لي سيادتك يا دكتور اي ماده بوزيتيف انتروبيك بتعمل شيفت للكيرف ده بيكون ايه؟ ابورد امبليتود ذا رايت. ابورد امبليتود ذا ايه؟ ذا رايت.
وبالتبعيه يا دكتور المحترم لما تيجي تثبت مثلا الافتر لود ات اني افتر لود الماسل بتنقبض اسرع لما حضرتك تحط لها بوزيتيف انتروبيك ستيمولس، يعني الكيرف بدل ما كان ايه بقى بي بقى سي. الكلام ده صعب؟ الكلام ده فيه مشكله؟ طب ثواني، ما هو الفرق لما جيت ازود هنا البريلود ولما جيت ازود هنا البوزيتيف انتروبيك ستيت؟ الفي ماكس، الفي ماكس تغيرت امتى على الكيرف؟ في البوزيتيف انتروبيك ستيت. ايه ده يا دكتور؟ الفي ماكس بتتغير فقط على الكيرف لما تغير يا دكتور يا محترم قوه الانقباض او الانتروبيك ستيت. وبالتبعيه هسالك سؤال ولازم تكتبها له. الفي ماكس تعتبر اندكس، يعني مؤشر على قوه الانقباض، لان يا دكتور الفي ماكس بتتغير بتغير قوه الانقباض. يبقى الفي ماكس تشينجد باي تشينج الانتروبيك ستيت، وبالتبعيه الفي ماكس اندكس يعني مؤشر على الكونتراكتيليتي. كل ما الكونتراكشن كان اعلى كل ما الفي ماكس زادت. زي ما انت شايف اهو الفي ماكس بتزيد من الاخضر للازرق للاحمر مع زياده قوه الانقباض او الانتروبيك ستيت. الكلام ده صعب؟ العكس طبعا بيحصل مع الحاجه النيجاتيف انتروبيك. فهمتني؟ يعني مثلا لو بادئ هنا وحطيت ماده بتقلل قوه انقباض القلب هتلاقي الكيرف بدل ما كان سي بقى بي بقى ايه. مش لازم تكتب اخر سطر، ده مش معضله يعني. الكيرفات دي صعبه؟ الكيرفات دي فيها مشكله؟ ها، يبقى انا كده خلي بالك من حاجه. البرفورمانس اوف الكاردياك ماسل بتكلم يا دكتور عن حاجتين، قصر وسرعه. قصر وايه؟ ديجري اوف شورتنينج وفيلوسيتي اوف شورتنينج. الديجري اوف شورتنينج بتكلم عن تاثير كام حاجه؟ بريلود، افتر لود، انتروبيك ستيت، ثلاث كيرفات. طب الفيلوسيتي بتكلم عن كام كيرف؟ ثلاثه، بريلود، افتر لود، انتروبيك ستيت. صعب الكلام ده؟ طيب بيني وبينك انت وحظك انت ونصيبك، مين يا دكتور نوع الكيرفات الاهم؟ ديجري اوف شورتنينج طبقا للتكرار في الامتحانات السابقه. خلاص ده ايه خدنا حتى لانه ام الكيرفات ديجري اوف شورتنينج وايه فيلوسيتي اوف شورتنينج، الاهم هو الديجري اوف شورتنينج، دول ما ينفعش تلخبط فيهم. خلاص كنت تقول تلاقي ده عادي جدا يعني، انت فاهم؟ اه شغل التنجيم ده ما بحبوش بصراحه. في مشكله حتى الان؟ كيرفات صعبه ولا لذيذه؟ طب اللي مستصعب الكيرفات يرفع ايده بامانه والله. فرانكلين انا ما عنديش مشكله، لا حاسس رخم يرفع ايده. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طيب نستكمل كيرفات. لا هسيب قرضك ساكن الحصه الجايه واكمل بقى الكيرفات كلها احسن، صح؟ طالما دخلنا في المود يعني. معلش معلش معلش، يا لهوي يا دكتور. ده الكيرف اللي باقي لذيذ وسهل جدا وما فيهوش تفاصيل، اللي هو بس اللوب يعني بس. عدي الكاردياك سايكل في المذاكره، عديها. هتجيب لي بقى صفحه كام في المذكره؟ في يلا تزعق لي صفحه كام؟ صفحه 12 فعلا. تسلم يا صديقي، صفحه 12 يا شباب. خلاص طب بص انا لسه قدامي ساعه كمان، ساعه بس وهتمشوا. ساعه في عملنا ايه يعني؟ بص معايا كده، في بعض الحاجات اللي عايز اقولها لك بسرعه كده. كله بص على الشاشه، كله بص على الشاشه، ده غاليه والله اقسم بالله ده غاليه. بص على الشاشه، وطبعا الشكل ده مش هيفضل كده، هو لها حامل بس انا النهارده الراجل ما جاش فقمت ايه تصرفت يعني. طيب ماشي، بص معايا، في حاجه اسمها فينتريكولار بريشر فوليوم ريليشن شيب او لوب. سيبك من الاسم ده ولا كانك شايفه، او لينس تنشن ريليشن شيب برضه مالكش دعوه بالاسم ده، هتفهمه كمان شويه.
في بقى بعض المصطلحات او التعريفات هنا اللي لازم نكون فاهمينها كويس قوي عشان نعرف نكتب سؤال النظري ده. اول حاجه لازم تكون فاهمها يا دكتور المحترم، عايز اسالك سؤال، هو مين بيؤثر على طول عضله القلب قبل الانقباض؟ طبعا بريلود. يعني ايه بريلود بالنسبه للقلب؟ دم، حجم الدم. ثواني، ده الفنتريكل اهو، ده مين؟ ده مين؟ بص، وهو بيريح يعني قبل ايه؟ بيملى دم، صح؟ بص، وهو عمال يملى دم، الدم ده بيعمل له ستريتش ولا لا؟ يبقى يا دكتور يا محترم البريلود بالنسبه لعضله القلب تتحكم في اللينس وفي المصل فايبر. طب ثواني، طب الدم ده بيملى اثناء السيستول ولا الدايستول؟ دايستول. القلب بيملى، القلب بيملى امتى؟ القلب بيملى دم اثناء الدايستول او الريلاكسيشن. طب ثواني، القلب بيكون ملى على الاخر امتى؟ في نهايه الدايستول. فسمي حجم الدم اللي موجود في الفنتريكل في نهايه الدايستول اند دايستوليك فوليوم، ده اول سطر عندك. يبقى يعني ايه اند دايستوليك فوليوم؟ ده الفوليوم اوف بلاد، حجم الدم الكلي المتواجد في الفنتركل بعد نهايه الدايستول. ده بيتحكم في مين؟ في البريلود، صح؟ وبالتبعيه يتحكم في مين؟ في طول المصل فايبر او الديجري اوف شورتنينج، او اسف، الديجري اوف ستريتش. فهمت الفكره؟ حد ما فهمش؟ كان ده صعب. طيب تاني حاجه عايز اتكلم عنها يا دكتور يا محترم. يا دكتور، نعم، ده الفنتركل حجرة فيها دم لما بتنقبض الول او الجدار ده. بص يا ابني، هنا الول او الجدار ده بينقبض على الدم اللي موجود جواه، تقدر تقول الضغط جوه بيحصل له ايه؟ بيزيد. حماده بالزنجبيل ليفل. ده تاني سطر لازم تكون فاهمه، ان التنشن الذي يتولد من المصل فايبر اثناء الانقباض يؤدي الى زياده الانترا فنتريكولار بريشر. الفنتركل بينقبض فالضغط جواه بيزيد، حماده بالزنجبيل ليفل. الكلام ده صعب، انا مش عايز اكتب الكلام ده، ده اساسيات لازم تكون فاهمها. فاهمني؟ الكتاب الاول فين هقول لك كمان شويه، ما تقلقش. طيب طبعا لو حد كتب لي الكام سطر دول ده هياخد الفول مارك مستريح، ما فيهمش صعوبه على فكره. تفهمني؟ طيب دكتور، امال الباسيف تنشن ده، الباسيف تنشن ده بيعمل ايه؟ يعني ايه باسيف تنشن بالنسبه للقلب؟ بص الفنتريكل اهو، باسيف تنشن، هل القلب بينقبض باسيف؟ لا، يبقى بيملى، فالدم عمال ينزل جوه الفنتريكل يعمل استرتش، والاسترتش ده تنشن، ولكن باسيف لان ما فيش انقباض. صعب الكلام ده؟ يبقى بالتبعيه لما اجي اقول لك يا معالي دكتور ان الباسيف تنشن هو الذي يؤدي الى الضغط جوه الفنتريكل اثناء الدايستول، ليه؟ الدم عمال ينزل. هو الدم ده لما يدخل جوه الفنتريكل بيعمل ضغط ولا لا؟ اي حجره دخلها دم ضغط جواها بيزيد، حتى لو الفنتريكل ما انقبضش. يا دكتور فنتريكل اهو لسه ما انقبضش، عمال يملى بس الدم بينزل. الدم لما بيزيد جوه حجره ضغط جواها بيزيد. طب ثواني، الفنتريكل بيملى بالدم، الفنتريكل بيملى بالدم، يعني بيعمل يا دكتور بس في تنشن او فيلينج. الفيلنج ده بيعمل ايه؟ ستريتش، يعني بس في تنشن. الضغط اللي عمال يزيد جوه ده اثناء الفيلنج، ده ضغط اثناء السيستول ولا الدايستول؟ دايستول. فده مسؤول عن الدايستوليك بريشر. صعب الكلام ده؟ طيب المعلومه اللي بعد كده عايزك تعرفها يا دكتور، الاكتف تنشن، ما معنى كلمه اكتف؟ ان القلب يا دكتور اتكهرب وهينقبض، يعني هيضخ دم. هيضخ ايه؟ هيضخ دم يا دكتور. طب القلب هو بينقبض، انقباض القلب اسمه ايه؟ يبقى الضغط اسمه سيستوليك بريشر. طب ماشي، في حاجه بقى اسمها الباسيف لينس تنشن ريليشن شيب، بالراحه بقى معايا وركز معايا يا دكتور. بص في الكلام اللي جاي ده دكتور، هقول لك نعم، في كيرف كده اتمنى من الله انك تكون فاكره. كان ده للفهم، كان ده ايه؟ للفهم. هنا كنت بحط اللينس، وهنا كنت بحط ايه؟ التنشن. حد عنده مشكله؟ طيب ماشي، في كيرفين اتمنى من الله انك تكون فاكرهم. كيرفين بترسمه هنا كده دايما،
باسف تنشن و ادي يا عم الباسف تنشن اهو. طب والاكتف تنشن فاكرينه؟ ادي يا دكتور الاكتف تنشن اهو. حد عنده مشكله في الكيرفات دي؟ حد ما عرفهاش؟ لا سهلين جدا. فانا هقول لك الكيرف الازرق ده هو كيرف مين؟ الباسف تنشن. طب الكيرف الاحمر هو كيرف الاكتف تنشن. والكلام ده قتل بحثا معانا في الشرح النهارده. ماشي، انا هستشف من الكيرف ده كيرف اخر، هعمل ايه؟ ركز معايا، الكلام ده مهم للفهم، للفهم والله يا ابني. هستشف من الكيرف ده كيرف اخر. حاضر، ارسم يا عم راسي وادي افقي. بحط هنا ايه؟ اللينس او الطول، وبحطه فوق هنا التنشن. ما تسبقش الاحداث، لسه همسح وهظبط. بص معايا يا دكتور، هقول لك يا نعم. ادي الفنتركل، ده مين؟ فنتركل. الدم بينزل جواه. طب الدم لما ينزل جواه بيعمل ايه؟ بس في تنشن ستريتش. فالطول طول المصل. بص، طب لما طول المصل بيزيد حجم الفنتركل بيقل. يا لهوي، انا بقول لك بص، الفنتركل بيعمل كده، حجمه بيقل ازاي؟ بيعمل كده، حجمه بيقل ازاي يا مفتري؟ يا مفتري. تاني، الله يسامحك يا اخي، انا عارفك بس فاهم، مش هحفل عليك النهارده. ماشي، هلتمس لك العذر. تاني عشان المحنكين. انت معايا يا ابني؟ حط اللعبة في شعرك وبص معايا. ده الفنتركل، ده مين؟ الفنتركل. بيتملي بالدم. لما بيتملي بالدم، الدم ده بيعمل استرتش على الولا او الجدار، فبيعمل ايه في طول المصل؟ اسمع، طب الطول لما بيزيد حجم الفنتركل بيزيد اهو، الحجم كان كده بيزيد اهو، يبقى زياده الطول تؤدي ايضا الى زياده حجم الفنتركل. فانت ما عندكش اي مشكله لو انا شلت كلمه لينس دي وكتبت مكانها فوليوم. حد يقدر يعترض؟ لا. ماشي، حاجه الثانيه، بص كده معايا، ادي الفنتركل، ده مين؟ الفنتركل هو بينقبض. بص، يعني انقباض يعني مايوسين بشد اكتين، يعني اكتف، يعني اكتف تنشن. بص، الفنتركل هو بينقبض، بص كده هنا يالا بينقبض وضخ دم اهو. اكتف تنشن بيحصل له ايه؟ بيزيد. ما هو بص يالا، العضله عماله تقصر، يعني في مايوسين بشد اكتين، صح ولا مش صح؟ وبالتبعيه العضله بتقصر اهو. طب الفنتركل هو بيقصر يعني بينقبض، بص بينقبض على الدم، بينقبض، الضغط جواه بيزيد. تسلم يا بيه. فنتركل الحجره بتنقبض على الدم، الضغط جواها بيزيد. اذا زياده التنشن اثناء الانقباض تؤدي الى زياده الضغط او البرجر. فانت ما تقدرش تعترض لما انا اشيل كلمه تنشن دي واكتب مكانها برجر. ها، حد ما طرد ولا حد يقدر؟ ادي برجر اهو. صعب الكلام ده؟ ها، في مشكلة؟ نعم، مفيش مشكلة. طب الكيرفات دي تفضل نفس الأسماء؟ والله عيب، مينفعش، غيرت كل حاجة، لازم تغير أسماء الكيرفات دي. طب ارسمهم يا دكتور. حاضر. ده الكيرف الاولاني اهو، ده كان اسمه ايه؟ باسف تنشن. اهدى بقى، الباسف تنشن ده بيكون اثناء السيستول ولا الدايستول؟ بص، باسف تنشن يعني القلب انقبض، لا باسف يعني عمال يملى. بص، الملء ده بيعمل استرتش يعني بيعمل باسف تنشن، صح؟ صح؟ طب اسمع، طب يا دكتور زياده التنشن نتيجة الملء بتعمل ايه في الحجم؟ بتزوده. طب الملء ده بيحصل امتى؟ في الدايستول. فانا هسمي الكيرف ده ان دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب.
هسمي ايه؟ تعال نفسرها بقى. اند دايستوليك لان الملء بيحصل اثناء دايستول. بريشر فوليوم ريليشن شيب ليه؟ لان دي علاقه ما بين البريشر والفوليوم. صعب الكلام ده؟ لا مش صعب. طب الكيرف ده يا دكتور كان اسمه هنا ايه الاحمر ده؟ كان اسمه اكتف تنشن. طب ارسمه هنا. ارسمه بشكل كروكي اهو. هل الكيرف ده ينفع اسيب اسمه زي ما هو؟ لا. طب هتسميه ايه؟ ركز معايا. دكتور الاكتف تنشن ده بيحصل اثناء ايه؟ سيستول. صح؟ فانا هسمي الكيرف ده ايه؟ اند سيستوليك. طب دي علاقه ما بين مين؟ البريشر والفوليوم. يبقى اند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب. هل حد معترض على ان انا استشفيت من الكيرف ده كيرف جديد؟ حد معترض؟ تعالى بقى الكيرف ده نشتغل عليه بقى الحصه. انا بعمل ده كله ليه؟ عشان اقول لك الكيرف ده جه منين. رغم انت مش مطالب بده في النظري. ممكن ارسم لك ده كده واقول لك يلا تعالى نشرح. لا عايز بس افهمك وافكرك احنا جبنا الكيرف ده ازاي. الاند الدايستوليك ده اساسه بس في تنشن، لان اثناء الدايستول الدم بيملى فبيعمل استرتش باسيف. والاند سيستوليك ده اساسه اكتف تنشن، لان الاكتف تنشن يعني انقباض بطاقه يعني سيستول. لا. ودي علاقه ما بين البريشر والفوليوم، وانا اثبتت لك دلوقتي ليه حطيت بريشر وليه حطيت فوليوم. ريليشن شيب ار وار. ها كان في مشكله؟ ركز بقى معايا. تعالى بقى نشرح اللوب. همسح الكلام ده كله بقى ونبص على السؤال اللي هيجي لك في الامتحان. السؤال هيجي ازاي؟ السؤال هيجي يقول لك اتكلم حضرتك عن الفنتريكولر بريشر فوليوم لوب او ريليشن شيب. وسيبك ويسكت. هتكتب وهترسم. هتكتب وايه؟ وهترسم. طب تعالى نرسم مع بعض. اللي هلمحه باصص في كتاب او مذكره هزعل. بتكلم بجد والله. خلاص؟ هرمي القلم في وشه. لا كنا بنعمل ايه في الشرح؟ نقطه. حط نقطه على ايدك. وانت مروح لقيت نقط كتير يبقى انت فاهم؟ والله العظيم. خليت الواحد بيعمل حاجات. طيب ادي يا عم الكيرف. ركز يلا والله العظيم انا خايف عليك. اقسم بالله خايف عليك. ركز في الكلام ده. دكتور الكيرف اللي انا لسه مستشفه من شويه كنت بحط هنا مكان اللينس ايه؟ فوليوم. وكنت بحط هنا مكان التنشن بريشر. تنين يا واد. كنا بنرسم كيرفي. ما تقولش بس التنشن بقى يا محنك. انسى. اول واحد اهو اسمه ايه؟ اند دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب. والتاني يا دكتور اهو اسمه ايه؟ اند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب. تعالى لي بقى يا بيه. بص بقى معايا هتعمل ايه يا دكتور؟ هقول لسيادتك القلب عامه بينقبض ازاي؟ بيملى بعد كده ينقبض صح؟ طب ثواني القلب اول ما يبدا يملى كان لسه مخلص انقباض. تاني كلام عبيط يلا. القلب اول ما يبدا يملى كان لسه مخلص ايه؟ يعني هو انقبض. خلص انقباض هيبدا يملى بقى. طب بص القلب انقبض يبقى ضخ الدم صح؟ جينا بصينا جوه الفنتريكل لقينا في دم. ايه ده؟ عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان الفنتركل لما بينقبض
ما بيضخش كل الدم اللي موجود جواه، بيتبقى دم موجود جواه. امتى؟ بعد انتهاء الانقباض، وانقباض القلب يسمى سيستول. يبقى حجم الدم اللي موجود جوه الفنتريكل بعد الانقباض اسمه ايه؟ اند سيستوليك فوليوم. هقول لسيادتك الاتي، عند البوينت دي، عند البوينت دي ده تمثل ايه؟ فوليوم او حجم. الفنتريكل اهو لسه مخلص انقباض، في دم من جوه؟ حجم دم اهو اسمه ايه؟ اند سيستوليك فوليوم. اسمه ايه؟ اند سيستوليك فوليوم. طب كلام جميل جدا، خلص انقباض هيبدا ايه؟ يملى بالدم اثناء دايستول. بص الفنتركل بيملى، فحجم الفنتركل بيزيد، حجم الفنتركل بيزيد، حجم الفنتركل بيزيد، فاتجه ناحيه اليمين وناحيه الشمال، ناحيه اليمين، فتلاقي الكيرف ماشي كده لحد ما يملى دم. حجم الدم اللي موجود في الفنتركل في نهايه الدايستول اسمه ايه؟ اند دايستوليك فوليوم. يبقى الحجم ده بعد الملء يسمى ايه؟ اند دايستوليك فوليوم. عايز عيل برنس يقول لي هو الاند دايستوليك فوليوم كانت قيمته كام؟ 130. كنا بنضخ منهم شويه دم ويتبقى كام؟ كام؟ 70. كان بيتبقى كام؟ 60. طبعا دي ملي ودي ملي، اكيد مش لتر يعني، مش اصغر يعني، فاهم؟ طيب كلام جميل جدا، عارفين تحوله من مش عارف ملي اللي ده يا ماريس. انت لو جبت اخوك اللي فلتت ده هيحولها اللي ان انا اكدت عليها في الفيديوهات، بس قشطه يعني خير يعني. يلا بص معايا دكتور، اقول لك نعم، ما تيجي نوصل من النقطة دي للنقطة دي أهو، هسمي دي نقطة رقم واحد ودي نقطة رقم كام؟ رقم اتنين. دي رقم واحد ودي رقم كام؟ ودي رقم اتنين. طب ثواني يا دكتور، عندي سؤال يعني هأشبع غرورك، أنا عارف والله، هو أنا ليه ما رسمتوش أفقي كده؟ ليه حطيته فوق وبيزيد شوية؟ تيجي افهمك؟ اقول لك انا بص، هو لا مش ده فينتركل وهو بيملى الدم بيجي فالضغط بيزيد، فهو الدم عمال يملى فالضغط بيزيد شويه، ما هو ده يمثل البريشر، فبيطلع لفوق شويه عشان مع الملء الضغط جوه الفينتركل بيزيد. فهمتها؟ طب حلو، بعد ما الفينتركل ملى دم هيبدا ينقبض، يبدا ايه؟ حد فاكر الانقباض كان بيبدا ايزومتريك كي يولد تنشن يتغلب على افتر لود اللي هو الضغط في الاورطة؟ بس وقف بقى معايا دكتور، اقول لك نعم، عند النقطة رقم اتنين الفنتركل اتملى بالدم فيبدا ايه؟ ينقبض. اول ما يبدا ينقبض الانقباض بيبدا ايزو فوليومتريك. الايزو فوليومتريك يعني الفوليوم ايه؟ ثابت، يعني الفنتركل بينقبض على حجم ثابت. حد فاكر ليه؟ لان ده عند النقطه رقم اتنين دي اول ما الفنتركل كان بيبدا ينقبض اهو كنت انا بخاف. هو الدم نزل منين؟ بص يا ابني، الدم نزل من الاتريا فوق الى الفنتركل تحت، فالفنتركل هيبدا ينقبض كده كده الاورتيك فالف قافل اثناء الدايستول، صح؟ اول ما ده يبدا ينقبض انا بخاف الدم يرجع تاني للاتريا فوق، ففي فالف لازم يقفل، اللي هو الاي في فالف عامه او المايترال فالف زي ما انت قلت. يبقى عند النقطه رقم اتنين دي بيقفل المايترال فالف، او ممكن اقول عليه الاي في فالف. طب لما يقفل ده كان بيسمعني صوت للقلب؟ انهي صوت؟ الفيرست هارت ساوند. ما علينا، مش قصتك دلوقتي، ما تشغلش بالك، خلاص. طب حلو، طب لما قفل الفالف ده الضغط هنا عمال بيزيد، هدفه ايه؟ يتغلب على الضغط في الاورطه عشان يفتح الاورتك فالف. طب الضغط في الاورطه اسمه
افتر لود. اسمه ايه؟ افتر لود. عند البوينت رقم 3 الحمد لله بيتغلب الضغط في الفنتركل على الضغط في الاورطه فيفتح الاورتيك فالف عشان يبدا يعمل ايه؟ ضخ للدم او ايجكشن بالشكل ده كده. طب ثواني، هو ليه لما ضخ الدم رجع تاني يعني؟ افهمك، هو الافق يمثل ايه؟ فوليوم. الفنتريكل اهو ضخ دم، حجمه هيصغر فارجع كده. فهمتها؟ حلو. طب بعد ما الفنتريكل ده ضخ الدم هيبدا ايه؟ يريلاكس. بس انا بخاف. بتخاف ليه؟ بخاف ان هو بيريلاكس الدم يرجع من هنا للفنتريكل تاني، ففي فالف لازم يقفل. هو مين؟ يبقى عند النقطه دي رقم 3. رقم كام؟ عند النقطه رقم 4 مين بيقفل هنا؟ الاورتيك ايه فالف. يسمعك اي صوت؟ الصوت الثاني للقلب. طب ثواني، ده كده يا دكتور الاي في فالف ده كان قافل كده كده والاورتيك فالف قفل، وبالتبعيه الفنتريكل كده بيريلاكس على حجم ايه؟ ثابت. يبقى الفوليوم هيفضل ايه؟ ثابت، فينزل من 4 لـ1 بالشكل ده. حد عنده مشكله؟ طب حلو. عشان يحصل بعد كده، عشان بعد كده يا دكتور بعد ما خلص انقباضه يبدا ايه؟ يملى من 1 لـ2 فينقبض من 2 لـ3 تتغلب على الافتر لود اللي هو الضغط فيه اورطة، يضخ الدم يرجع يملى ينقبض يتغلب على الافتر لود، يضخ الدم يريلاكس يملى ينقبض يتغلب على الافتر لود، يضخ الدم ينزل. الشكل ده قال لك ده لوب، فسمي فنتريكولار بريشر فوليوم لوب. صعب الكلام؟ بص معايا، الحجم ده اسمه ايه؟ اند دايستوليك فوليوم. ادي الفنتريكل جواه 130 مللي اند دايستوليك فوليوم، انقبض تبقى جواه اند سيستوليك. الفرق ما بينهم اسمه ايه؟ الفرق ما بينهم اسمه ستروك فوليوم اللي هو حجم الدم اللي طلع في الانقباضه الواحده. طب هو فين الفرق ما بينهم ده يعني؟ هو ده، ده يسمى الستروك فوليوم. حد عنده مشكله حتى الان؟ كان ده صعب؟ كان ده صعب؟ طيب بقول لك ايه، عند النقطه رقم 3 في فالف بيفتح برنس يلا. عند النقطه رقم 3 انا بتغلب على الافتر لود عشان اضخ الدم، وانا بضخ الدم فين يا محمد؟ بضخ الدم في الاورطه، فمين لازم يفتح؟ يبقى عند النقطه رقم 3 بيفتح الاورتيك فالف. انا بس بنكشك خلاص. طب اقرا كده معايا الكلام اللي مكتوب، بص كده معايا. بص بقى معايا يا دكتور، اول حاجه بيقول لك من 1 لـ2. بص على الكيرف وعلى الكلام اللي مكتوب، من 1 لـ2 ده يمثل ايه؟ فينتريكولار فيلنج فيس. انا بملى الفنتريكل بالدم، كان يا دكتور منقبض مليته بالدم خلاص. قال لك ات ذا بيجيننج اوف الدايستول الدم حجم الدم هنا اسمه ايه؟ انديستوليك فوليوم. عند البوينت رقم 1 الفنتريكل بيفضل يفل او يملا اثناء الدايستول، وهو بيملى الضغط بيحصل له ايه؟ بيزيد يا دكتور يا محترم، وبيمشي بص مع مين؟ مع الكيرف بتاع الاند دايستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب زي ما انا رسمه كده اهو 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 هنا اهو. فهمتني؟ خلاص لحد ما يصل الى الملء اللي هو خلاص ملا، اسمه ايه؟ اند دايستوليك فوليوم. عند البوينت رقم كام؟ بوينت رقم 2. ده كده اللاين من 1 لـ2. في مشكله؟ طيب اللاين اللي بعد كده، وانت برضه في الامتحان تكتب، برضه في الامتحان تكتب لاين 1 لـ2 تشرح بيحصل في ايه. عندك كام خط هنا؟ خط 2 3 4، تشرح في كل واحد بيحصل ايه. بعد كده تقول له اللي في النص ده اسمه ايه. فهمت الفكره؟ يبقى يا دكتور اللوب قدامك اهو، هتشرح كام لاين؟ من 1 لـ2، ثم من 2 لـ3، ثم من 3 لـ4، ثم من 4 لـ1. فهمتني؟ بعد كده تشرح مين؟ الستروك فوليوم، وتقول التعريف بتاعه. احنا كده قرينا من 1 لـ2 وخلصناه وشرحناه بالتفصيل. بعد كده هقول لك هشرح من كام لكام؟ من 2 لـ3. بص الانقباض بيبدا ايزو
فوليومتريك، دي اسمها ايزو فوليومتريك او ايزومتريك كونتراكشن، هدفها الفنتريك اللي بينقبض على حجم ايه ثابت عشان يولد جواه ضغط او بريشر كي يتغلب على الضغط في الاورطه. بيقول لك الفنتريك اللي ستارت تو كونتراكت عند البوينت رقم 2 بعد ما ملى يعني. وبالتبعيه يا دكتور اول ما يبدا ينقبض مين بيقفل؟ المايترال اهو عند نقطه رقم 2 المايترال فالف بيقفل عشان الدم ما يرجعش تاني للاتريا فوق، صح كده؟ طب لما يقفل يا دكتور المايترال فالف زي ما انا كاتب لك اهو ماشي، عايز تبقى ان هو بيسمعك الفيرس هارت ساوند زود مفيش مشكله يعني. المايترال فالف كلوز والكونتراكشن بيبدا ايزو متريك او ايزو فوليومتريك. طب بيبدا ايزو متريك ليه؟ عشان ينقبض على حجم ثابت فيولد جواه ضغط عشان يتغلب على الضغط فين؟ في الاورطه. طب هو بيتغلب على الضغط في الاورطه فين؟ عند البوينت رقم 3. طب اسمع، طب لو الضغط في الاورطه عالي النقطه رقم 3 هتعلى، طب لو الضغط في الاورطه قليل النقطه رقم 3 هتقل. يبقى مكان النقطه رقم 3 ده بيديبند او بيعتمد على ايه؟ على الضغط في الاورطه او الاورطه بريشر. يبقى يا دكتور من 2 ل 3 فيها مشكله؟ بامانه فيها مشكله؟ ها؟ طب بعد كده يا دكتور عند رقم 3 تم توليد ضغط في الفنتركل تغلب على الضغط في الاورطه، فعند نقطه رقم 3 فتح مين؟ فتح الاورتيك فالف، فبيحصل مراحل ضخ الدم او الايجكشن. خلاص؟ حلو، الضغط هنا عمال يزيد الى ان يتغلب الضغط في الفنتركل على الضغط في الاورطه، فيتحرك الدم من الفنتركل الى الاورطه، لان الدم بيتحرك من الضغط الاعلى الى الضغط الايه؟ الى الضغط الاقل، خلاص؟ طب كلام جميل جدا. يبقى بيقول لك في عند البوينت رقم 3 الانترا فنتريكولار بريشر الضغط جوه الفنتريكل بيتخطى الضغط في الاورطه والاورتيك فالف بيفتح طبعا عشان يبدا الايجكشن او ضخ الدم يا دكتور المحترم. طب وانت بتضخ الدم حجم الفنتريكل بيحصل له ايه؟ بيقل. يبقى الفنتريكولار فوليوم بيقل اهو، بص كده معايا بترجع كده، فانت بتضخ الدم الفنتريكل حجمه بيحصل له ايه؟ حجمه بيقل رجوعا الى ان يصل يا معالي الدكتور المحترم الى البوينت رقم 4 اللي هو عند الاند سيستوليك فوليوم. طيب خلي بالك من حاجه، خلص ضخ الدم هيبدا الريلاكس، خلاص؟ يبقى انا كده خلصت من 3 لكام؟ من 3 ل 4. طيب عند هنا ده بيوصل عند رقم 4 ده حجم الفنتركل اسمه ايه؟ اند سيستوليك فوليوم. طب من 4 ل 1 ايه اللي بيحصل؟ الفنتركل هيبدا ريلاكس، اول ما يبدا ريلاكس انا بخاف. طب بتخاف من ايه يا دكتور؟ بخاف هو بريلاكس الدم اللي مشي في الاورطه يرجع تاني للفنتركل، فلازم يقفل مين؟ الاورطه. وكده كده المايترال قافل، وبالتبعيه كده الفنتركل بريلاكس على حجم ايه؟ ثابت. طب الفنتركل يا دكتور لما ريلاكس على حجم ثابت ايه اللي بيحصل بقى؟ اهو قال لك الريلاكسيشن بيحصل ايزومتريكلي او ايزوفوليومتريكلي، يعني الفنتركل بريلاكس على حجم ايه؟ ويز كونستانت فوليوم اللي هو الحجم ايه؟ ثابت. وبالتبعيه الضغط جوه هنا بيحصل له ايه؟ بيفضل يقل لحد ما يصبح الضغط هنا اقل من الضغط في الاتريا، فيفتح الاتريا ينزل دم عشان يا دكتور يملى تاني من الاند سيستوليك للاند دايستوليك، ثم ينقبض من 2 ل 3 من 3 ل 4 من 4 ل 1. طيب اخر حاجه محتاج اعلق عليها يا دكتور يا محترم، هقول لسيادتك الويتس او العرض ده يسمى ايه؟ ستروك فوليوم. طب ما هو تعريف ستروك فوليوم؟ ده الفوليوم اوف بلاد، حجم الدم ايجكتد باي اتش فنتركل ان 1 بيت في الانقباضه الواحده. ما هو يا ابني دي كده انقباضه واحده. ها اللود ده فيه مشكله؟ اللود ده صعب؟ طيب عايز تعمل ايه يا دكتور؟ بسم الله. ايوه حد بيتكلم؟ طيب كويس نورين يا شباب. ايه في كارديو جميل وممتع والله. فاكر لما قلت لك في الاول الحصه دكتوره حنان جت مع 194 قالت لهم ديفاين؟ بعد شويه ديفاين يعني فاهم، من باب خد فكره واشتري بكره كي تأمننا الغدره، فاهم؟ في شويه ديفاين موجودين عندك كده، تقدر تقول لي ما هو تعريف الاند دايستوليك فوليوم؟ كاتبهم لك في المذكره والله. يعني ايه اند دايستوليك فوليوم؟
ده فوليوم اوف بلاد، حجم الدم اللي موجود في الفنتركل امتى؟ ات ذا اند اوف دايستول، في نهايه الدايستول. يا ابني والله لها من اسمها نصيب، اند دايستوليك فوليوم، ده حجم الدم اللي موجود في الفنتركل في الاند دايستول. يا نهار اسود، بدرجه اه ممكن يجيب درجه. ما جاوبتوش، عامل ايه طيب فيك؟ تمام. طب يعني ايه اند سيستوليك فوليوم؟ ها فوليوم اوف بلاد اللي موجود في الفنتركل في نهايه سيستول. صعب. طيب التعريف اللي بعد كده، يعني ستروك فوليوم؟ ده الفوليوم اوف بلاد بامبد باي اتش فنتركل بيت بير بيت، يعني حجم الدم اللي بيطلع من كل فنتركل في الانقباض الواحد، اللي هو يساوي كام يعني؟ يساوي 130 ناقص 60 يساوي 70. يساوي كام؟ يا ابني ما هو 130 ناقص 60 كام؟ يساوي 70 مللي، ده في النورمال او الطبيعي طبعا. كام ده صعب؟ طيب بص بقى، في حاجه ممكن تيجي تعريف برضو اسمها الكاردياك اوت بوت. حاجه اسمها ايه؟ اهو كاردياك اوت بوت. يا دكتور هقول لك يا نعم، يعني ايه كاردياك اوت بوت؟ ده حجم الدم اللي بيطلع من الفنتركل على مدار دقيقه كامله. على مدار ايه؟ طب ثواني، يساوي كام يعني؟ بص ستروك فوليوم في هارت ريت، محتاج افهم بقى ستروك فوليوم دي معناها ايه بالعربي يا دكتور؟ في الانقباضه الواحده الفنتريكل بيطلع حجم دم قد ايه ستروك فوليوم؟ طب على مدار دقيقه كامله بينقبض كام انقباضه؟ ده هارت ريت. فلما اضرب يا دكتور عدد الانقباضات، مضرب ايه؟ عدد الانقباضات في حجم الدم اللي بيطلع في الانقباضه الواحده، هيديك حجم الدم اللي طلع على مدار دقيقه، يسمى كاردياك اوت بوت. يبقى الكاردياك اوت بوت يا دكتور يا محترم، قال لك والله معناها الفوليوم اوف بلاد بامبنج باي اتش فنتريكل بير مينيت، على مدار ايه؟ على مدار دقيقه كامله يا دكتور يا محترم. في تعريف كمان ممكن يجي ديفينيشن، يعني كاردياك اندكس. بالراحه بقى، كاردياك يعني قلب، يعني اندكس مؤشر او مقياس، يعني مؤشر القلب دي من الاخر قلبك مكفيك ولا لا؟ فهمت ايه؟ طيب دكتور قلبك مكفيك ولا لا؟ يعني القلب بيعمل ايه؟ بيضخ دم. هل قلبك ده بيضخ دم يكفي جسمك؟ اه يا لا، انا هعرف ازاي يعني؟ قالك والله يا دكتور يا محترم انا هجيب جسمي ده وافرده في الارض. نعم اه والله، هجيب جسمي وافرده في الارض ودي الدم للقلب، اقول له ضخ الدم، لو غطى الارضيه كلها اللي هي جسمي يبقى كفاني. طب ما غطاش يبقى في مشكله. طب يا دكتور كل اريا من جسمي تقريبا عايزه دم قد ايه عشان تبقى راضيه؟ فهمت انا بتكلم في ايه؟ طيب دي حاجه اسمها كاردياك اندكس. دكتور يا محترم هقول لك ايه، بص كل متر مربع من جسمك، ايه ده كل متر مربع؟ هو جسمي كم متر مربع؟ جسمك بيصل ل70 او 80 متر مربع. ايه ملعب تنس؟ اه والله. هات جسمك ده بالخلايا بالانسجه وافرده في الارض، هيفرش لك ملعب تنس. هيفرش لك ايه؟ ملعب تنس حرفيا. كل متر مربع في الدقيقه الواحده محتاج 3.2 لتر. تاني، كل متر مربع في الدقيقه الواحده محتاج كام؟ 3.2 لتر. طب لو خد اقل يبقى القلب مش مكفيك. فهمت الفكره؟ دي حاجه اسمها ايه؟ كاردياك اندكس. ده يا دكتور بتجيبها ازاي؟ ديفايدنج، بنقسم الكاردياك اوت بوت على سيرفيس اريا بالمتر المربع. الطبيعي او النورمال كام؟ 3.2 لتر في الدقيقه الكامله لكل متر مربع واحد من السيرفيس اريا بتاعه جسمك. كان ده في مشكله؟ شويه تعريفات يعني خلي بالك منها بالله عليك. طيب امسح السبوره بعد اذنك، زهقتوا مني ولا ايه؟ ايه تعبت؟ طب انا عايز شويه وقت كمان.
معلش حقك عليا. بص معايا يا دكتور، بص يا دكتور معايا، بص هنا على الشاشة بقى، مش عايز أقول حاجة بس ماشي. طيب يعني عمره ما جه، فهمتني؟ دفعة 196، السؤال الأول كنترول اوف كارديا افكت اوف تشينج اوف الهارت ريت، تمام؟ اه فانت بس هو يعني هو يركز بس معايا، فاهمه لك كويس، في رغي كتير صح؟ لو فهمت هتكتبه في يعني في 3 دقايق. دكتور نعم، عندي حاجه اسمها كاردياك اوتبوت، اللي هو حجم الدم اللي بيطلع من كل فنتريكل على مدار 1 مينت او دقيقه كامله، قانونه بيساوي ايه؟ ستروك فوليوم في الهارت ريت. اذا انا علشان اعمل كنترول او اتحكم في الكاردياك اوت بوت، اتحكم في الهارت ريت او ستروك فول. فانا بقول لك اول سؤال، قول لي يا دكتور الايفكت اوف تشينج في الهارت ريت على الكاردياك اوت بوت، هل الهارت ريت ده يؤثر على الكاردياك اوت بوت؟ طبعا يا دكتور. قال لك والله بقى بص كده معايا، بيقول لك اول حاجه كوانتيتيفلي يعني كعدد يا دكتور المحترم، هو يا دكتور بيكون بص مور امبورتنت ذان الستروك فوليوم. يعني ايه؟ يعني هو كعدد الهارت ريت ده لما بيزيد بيزيد اكتر من ستروك فوليوم بكتير. يعني ايه؟ تخيل ان الهارت ريت بتاعك ممكن يوصل مثلا 400 500 في الدقيقه، الستروك فوليوم هيوصل لكام يعني؟ بدل 70 هيبقى كام يعني؟ 90، تفهم؟ لكن كعدد كوانتيتيفلي مين يا دكتور اللي ممكن يزيد بكميه كبيره؟ هو الهارت ريت، فهمتني؟ طيب ماشي، دي اول معلومه. تاني معلومه قال لك والله بقى على حسب الشخص، فانا هتكلم معاك مثلا اسمك ايه؟ ايوه اه عبد العزيز، ادي عبد العزيز. عبد العزيز ان تريند بيرسون كما الاغلب، ما انتخ من الكتاب للكوركينج سبيس للبيت للامتحان ولو فض وقتي بناه، ده فاهم؟ ايوه انا هشم هوا الربيع والنسيم ويطلع يجري على البحر فين يعني؟ مفيش طبعا. فبالطبيعي عايش حياه انت خسرت ذهني طول الوقت وخلاص. فهل ده شخص تريند رياضيا؟ لا. هل هات عبد العزيز وقول عبد العزيز هيقول لك نعم، قول له اطلع اجري 200 متر يا سوادك، هيطلع يجري صح؟ تعالى كده بعد ما يقف بص على ضربات قلبه في السماء. هات شخص رياضي يعني بيجري كل يوم متمرس، قول لي يجري 200 متر هيجريهم ويقف عادي، تفهم؟ يبقى في الشخص الغير متمرس او الانتريند بيرسون يا دكتور يا محترم، لما اقول له اعمل اكسرسايز او الجورنج الاكسرسايز، الهارت ريت بتاعه ممكن يزيد من 100 ل 200%. من 100 لكام؟ طب ماشي، طب انا عندي مشكله. ايه هي؟ انا بقول لك في الان تريند بيرسون الهارت ريت زاد من 100 لكام؟ ل 200%، يعني بدل ما كان 70 يبقى كام؟ 140 او حتى كام؟ ممكن يوصل يا دكتور لايه؟ ل 210 250، انت فاهم؟ طب ثواني، هو في الاكسرسايز مين بيشتغل؟ سمباثيك، فالمفروض يزود هارت ريت ويزود كمان ستروك فوليوم، لان السمباثيك انت اخدت النهارده قبل البريك انه بيزود قوه انقباض القلب. طب يا دكتور هو في الان تريند بيرسون هل قلبه متعود على هذا المجهود؟ لا. فالقلب اي نعم السمباثيك هيلسوعه بس مش هيضخ دم كتير بالدرجه اللي انت متخيلها، لان القلب مش قوي، مش متعود على الضخ الجامد ده زي الشخص الرياضي اللي معود قلبه على المجهود.
فهمت الفكره؟ وبالتبعيه في الان تريند بيرسون يا معالي الدكتور المحترم الهارت ريت بيزيد بمقدار من 100 ل 200%، ولكن الستروك فوليوم يزيد بمقدار كام؟ اقل من 50%. يعني بدل ما هو 70 لو جاب 100 يبقى انت برنس. ليه؟ ان تريند بيرسون. لان القلب يا دكتور المحترم عادي، لكن قلب الشخص الرياضي بيكون اقوى واضخم. فاهم الفكره فين؟ كلام جميل جدا. طب هو في الطبيعي يا دكتور الهارت ريت يعتمد على ايه؟ على الكهرباء اللي جايه من الاس نود. الاس نود لو كهربت القلب كتير هينقبض كتير. الاس نود لو طلعت كهرباء قليله القلب هينقبض قليل. ده حموده بالزنجبيل اللي طيب يا دكتور يا محترم اسالك سؤال بقى، الكلام اللي جاي ده يا ابني نظريا فقط، الكلام ده ايه؟ ولذلك قلت لك يعني ده على جسمنا؟ لا انا بقول لك نظريا، انا جبنا يا دكتور قلب ارنب او ضفدع او خنزير وحاولنا ناثر على الهارت ريت لوحده من غير ما ازود الستروك فوليوم. ازاي؟ هو انا في الطبيعي ينفع ازود الهارت ريت لوحده؟ لا، انا عشان ازود هارت ريت اقول لك اطلع اجري. طب اطلع اجري دي اكسرسايز يعني سيمباثيتك، يعني غصب عني هزود هارت ريت وستروك فوليوم. انت هنا عايز تعمل ايه؟ انا هنا عايز اعمل بوسكه معايا ارتفيشال بيس ميكر، يعني بشكل ايه؟ صناعي عادي جدا. اعمل تجربه على قلب بتاع انيمال وازود له الهارت ريت لوحده، اجيب له بيس ميكر صناعيه كده احطها على القلب وام كهرب القلب جامد. يبقى انت كده اثرت على مين؟ على الهارت ريت بس، لكن ما اثرتش على الستروك فوليوم. فهمت الفكره؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى يا دكتور؟ اسالك سؤال، زياده الهارت ريت بتيجي على حساب مين؟ سيستول ولا دايستول؟ افهمك بالراحه بالراحه. في الطبيعي وانت قاعد دلوقتي يا بيه بص هنا، الفنتريكل اهو بينقبض كم مره في الدقيقه؟ 70 70 صح؟ يملى وينقبض، يملى وايه؟ زود الهارت ريت بينقبض. اه لحق يملى؟ لا. يبقى زياده الهارت ريت بتيجي على حساب الملء، يعني الضيا. صعب الكلام ده؟ لا مش صعب. وبالتبعيه هقول لستك لو انت بقى زودت الهارت ريت من 70 لعند 140 انقباضه في الدقيقه، ماذا يحدث للكاردياك او البوت؟ قال لك ما يتغيرش. ايه؟ ما يتغيرش. ليه يا دكتور؟ انا الهارت ريت ده كان كام؟ النورمال 70، انا خليته 140. ثواني بس، خليته 140؟ اه. مستني بقى ان الكاردياك اوتبوت ده يزيد، قال لك لا ثابت. ثابت ليه؟ ان انت لما زودت الهارت ريت القلب ما ملاش كويس، فضخ دم اقل، فقل الاستروك فوليوم. ده زاد وده قل، فالناتج ثابت.